مرحبا، اليوم جايكم حلقة الثانية للشعر الطبيعي. أخذنا قبل فترة الشعر الطبيعي إنه شنو شلون نصبغه بالألوان العسلية. اليوم راح أجيكم للخطوة الثانية بالنسبة للشعر الطبيعي، شنو ممكن إنه نسوي له. عندي في الطريقة للشعر الطبيعي إنه راح نصبغه مرتين، بس هاي المرتين مو شرط يكونون بنفس الوقت، ممكن يكونون بأوقات مختلفة. واضح؟ يعني ممكن اليوم صبغت المرحلة الأولى، ورا 10 أيام أصبغ المرحلة الثانية، ورا شهر، ورا شهرين أصبغ المرحلة الثانية، ما عندي أي مشكلة، راح يطلع لي ألوان جديدة. شنو ممكن نحكي بهذا الموضوع؟ طبعا هذا الموضوع راح يكون مهم جدا للكوافيرات ولصاحبات الصالون، وأيضا مهم للبنات اللي يحبون يصبغون بالبيت بطرق سهلة وطرق بسيطة. ما عليكم بس إنه تختارون أصباغ درجة أولى. اليوم طبعا راح نحكي عن ماركة الأورجينز هذه، راح نخلي الكتالوج مالتها هو اللي راح نعتازه. أول شغلة، مهما كان شعرش طبيعي، يعني شعر، من أقول معنى كلمة شعر طبيعي natural، معنى كلامي إنه هذا الشعر نهائيا ما مصبوغ ولا أي صبغة لايحة هذا الشعر، لا صبغ أسود ولا ألوان بنية ولا شقارات ولا حنة ولا عشبة ولا أسود ولا أي شيء من الحمارات البنفسجيات، أي شيء ملايحة، شعر عذري. أوكي، المرحلة الأولى شنو اللي لازم أسويها اللي شرحتها بالفيديو، الحلقة الأولى، الفيديو السابق، اختاريت لونين، لون طبيعي. أوكي، اختاريت لون طبيعي من الألوان الطبيعية اللي هم هذولا. أوكي، اختاريت لون طبيعي ولون رمادي أو لون دخاني أو لون زيتوني. اختاريت لونين، قلنا خلي أضرب لكم مثال حاليا إنه راح ممكن أختار 8.1 اللي هو أشقر رمادي فاتح، ممكن أختار ويا رقم 10 أو 9.0 اللي هو أشقر فاتح جدا أو أشقر فاتح جدا جدا، وأكسجين تركيز 30، ويفضل انه اضيف وياه مصحح اخضر فد كمية صغيرة ما يقارب 10 مل. صبغت الشعر وكملت وخلصت، شنو اجي ورا فترة شنو اسوي؟ ورا فترة ممكن اني اسوي تجديد للون بجمالية اكثر. شنو راح اصبغ اليوم بالمرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية ايضا راح اختار اما لونين رماديات، أما لونين دخانيات، أما لونين زيتونيات، أو أختار واحد منه وواحد منه، يعني رمادي مع دخاني، أو دخاني مع زيتوني، أو رمادي مع زيتوني، أسوي تغيير، أخذ عصارتين. درجات هاي العصارة شلون تكون؟ لازم يكون أرقامها 8 فما فوق، يعني 8.1، 8.2، 8.11. هاي العصارة الأولى اختارتها. العصارة الثانية راح اختارها رقم 10، 10.1، 10.2، 10.11. اختاريت هذول العصارتين، اخلي وياهم اكسجين تركيز 30. لهنا انا خلصت جزء بسيط من الخلطه. بعد شنو ممكن انه اضيف هذول العصارات على مود احصل على الوان حديثه والوان جداد؟ راح اختار الوان ثلجيه اضيفها مع الصبغه، راح اختار الوان ثلجيه اضيفها مع الصبغه. مثلا شنو؟ مثلا 11.0، 11.02، ممكن اختار 11.1، 11.11، 11.2، 11.3، ما عنده مشكله، بس يكون اللون ثلجي، يكون اللون ثلجي. ايضا ممكن اختار الالوان السيلفريه، الالوان ال11 مثلا 0.71، 11.81، الالوان السيلفريه او الالوان الرصاصيه راح اضيفها معاهم. راح ارجع اعيد بالمختصر، شنو راح اعتاز اليوم؟ راح اعتاز اسوي الالوان جديدة عن طريق شنو؟ عن طريق مرحلتين. المرحلة الاولى اللي حكيتها بالحلقة الاولى، اللي هي راح اختار لون رمادي فاتح مع لون طبيعي فاتح مع اكسجين 30 مع مصحح اخضر. شو اعتاز؟ 4 حاجات فقط. اصبغ شعري، اكمل ورا فترة أسوي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية شنو تفرق عن المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى راح تعطيني ألوان عسلية، أوكي، راح تعطيني ألوان على البندقي، راح تعطيني ألوان على البيج. المرحلة الثانية شنو راح تعطيني؟ المرحلة الثانية لا، راح تسوي لي تغيير شاسع بالشعر.
راح تنطيني ممكن رمادي ممكن دخاني ممكن زيتوني، وراح يعطيني جماليه باللون. هاي الحكي انا سويت هذول المرحلتين بدون سحب لون بدون قصر على الشعر الطبيعي الشعر العذري. اوكي المرحله الثانيه ايش وقت اسويها؟ بكيفي، اسويها بنفس اليوم اللي سويت به المرحله الاولى او اسويها بعد يومين بعد اسبوع بعد 10 ايام بعد شهر، بكيفك انت ايش وقت حبيت تغيرين تغيرين. واضح تمام. شنو الالوان اللي ممكن تختاريها؟ راح تختارين اما الوان دخانيه فاتحه، الوان رماديه فاتحه، الوان سلفريه فاتحه، الوان ثلجيه، والوان رماديه. تختارين فد تيوبين، لون رمادي لون دخاني لون زيتوني، والتيوب الثالث يعني العصاره الثالثه تكون لون ثلجي معاهم تخلطيها لهنا. تمام. عفوا اللون الزيتوني او اللون الرمادي او اللون الدخاني اخذ من عنده كميه معينه اللي تكفي شعري، خلينا نقول نص عصاره. اللون الثاني ايش قد الكميه؟ ايضا راح تكون نص عصاره حتى تكون الكميات متساويه. اللون الثلجي او السيلفر ايش قد الكميه؟ ايضا راح تكون الكميه نص عصاره. راح يصيرون ثلاث تيوبات من كل تيوب نص عصاره، يعني ثلاثتهم متساويين من كل عصاره نفس الكميه، راح تكون الكميات متساويه تساوي تام. اوكي ممكن اكثر من شغله وانزل من يعني ازود واقلل، اي ممكن ماكو مشكله، لكن راح يصير تغيير باللون، لكن هذا التغيير راح يكون تغيير حلو وما بي اي مشكله وما بي اي يعني انعكاسات ثانيه. شنو الممكن استخدم اكسجين؟ ممكن استخدم اكسجين تركيز 20 وممكن استخدم اكسجين تركيز 30، لكن احنا ليش نقول نستخدم اكسجين تركيز 30 اللي هو 9؟ لان هذا الاكسجين راح يعطيني تفتيح درجات التفتيح، وانا شارح لكم فيديو سابق عن تركيز الاكسجين، فراح يعطيني تفتيح اضافي للتفتيح اللي انا مسويه بالمرحله الاولى. زين شنو المصححات اللي اعتازها؟ راح اعتاز مصححين هالمره، المصحح الازرق والمصحح الاخضر. المصحح الازرق راح اختار كميه 4 مل او 4 غرام، يعني ما يقارب ملعقه صغيره مال شاي من المصحح الازرق. والمصحح الاخضر اخلي 4 ملاعق صغيره ما يقارب هاي رابع مره سحقنا. اوكي مشيها. ما يقارب 4 ملعقه صغيره من المصحح الاخضر. شنو صار عندي هسه؟ صار عندي انه استخدمت 3 عصارات اكسجين، كميه الاكسجين تكون نفس كميه العصارات، ومصحح ازرق 4 غرام ومصحح اخضر 8 غرام. اوكي اخلطهم زين، شعري يكون مغسول بشامبو اطفال، شامبو نونو او شامبو البيبي او اي شامبو اطفال ثاني، جونسون ما يخالف اي شامبو اطفال، واذا ما عندي شامبو اطفال ممكن استخدم اي شامبو اخر ماكو مشكله، بس احنا نفضل الشامبو الاطفال. ليش؟ لان خالي من السيليكون وبنفس الوقت ينظف لي الشعر تنظيف تام حتى يخلي لي الشعرايه تستقبل اللون بسرعه وبسهوله. بعد ما غسلت الشعر بالشامبو مره او مرتين اشطفه بالمي شطفه زينه بحيث ما يبقى اثر الشامبو بالشعر، هذا شيء جدا مهم. وراها انشف الشعر بالمنشفه، بعدها اشسور الشعر شسوار كامل، شسوار حار هواء حار وفرشه. هيئت الشعر، اجيب الخلطه مال الصبغ اللي انا خلطتها. طبعا الخلطه مال الصبغ ايضا هاي معلومه مهمه لكم، انه لازم تخلطوها زين، انه لازم يصير اكو تجانس، ويفضل انه تسووها بالخلاط، اكو خلاط خاص بالصبغات، يفضل انه تستخدمون الخلاط للصبغات. اوكي اوصل مرحله توزيع الشعر، توزيع الصبغه على الشعر. راح اجي اصبغ الشعر كله مرحله واحده، ما يعتاز انه اسوي جذور واطراف، لا راح اسوي كله مرحله واحده. راح اخذ الخصله مال الشعر اخلي عليها الصبغ بالفرشه، هذا التدليك مهم. اوكي كملت وزعت الصبغه على الشعر كله، خلصت ما عندي شيء، احسب 45 دقيقه واغسل شعري بشامبو حمام زيتي مكيف ماسك سيروم. اوكي واشسور شسوار كامل راح احصل على لون جديد. اوكي زين هذا ممكن هاي الطريقه. منو بعد ممكن يستفاد من عتها غير جماعه الشعر الطبيعي؟ ممكن يستفادوا من عتها جماعه التخصيل القديم، يعني فد زبونه مسويه ميش قديم اوكي وتريد تجدد، تستخدم هاي الطريقه. الميش راح يبقى على حاله بس راح يصير اجمل من قبل،
وباقي الشعر راح يتفتح شوي وراح يصير في لون جديد. بعد ممكن منو يستفاد من هاي الطريقة؟ راح يستفادون من هاي الطريقة بعض البنات اللي شعرهم سابقا ألوان بندقية ألوان عسلية، أو شعرهم قبل رماديات فاتحة متوسط شقارات متوسط ألوان ذهبي متوسط أوكي ذهبي فاتح، راح يستفادون من عندها. بعد منو؟ جماعة الألوان الثلجية، يعني سابقا مايشين ثلجي أو صابغين شعرهم كلية ثلجي، أيضا راح يستفادوا من هاي الطريقة، راح يكون تجديد لهم. زين، من هم الناس اللي ما يستفادون من هاي الطريقة؟ أوكي، اللي صابغين شعرهم أسود، اللي صابغين شعرهم بني غامق، اللي مخلين على شعرهم حنة، واللي صابغين شعرهم عشبة، واللي مخلين على شعرهم حمرات أو بنفسجيات، هاي الطريقة مو إلهم، لا يسووها لأن ما راح يحصلون نتيجة. إلهم طريقة ثانية راح أفصلها، أنا مفصلها سابقا وراح أفصلها بحلقات جديدة. أوكي، فهذا الموضوع جدا مهم اليوم. زين، بعد شنو نعتاز لهذه الحلقة اليوم اللي سويناها لكم تستفادوا منها؟ اعتاز الأكسجين يكون ماركة جيدة، واعتاز انه انا طبعا اليوم هسه راويتكم ماركة أورجينز، لان البارحة بالتعليقات او الفيديو السابق انه طلبوا من عندي الماركات. شنو بعد ماركات عندنا؟ جبت لكم اليوم ماركة أورجينز، البارحة شرحت لكم على ماركة كوالي، عندكم بعد شركة مودرنو، عندكم شركة الزيرو، شركة البلازما، يعني عندكم ماركات زينة. بس شنو بعد تختارون انتم الماركة اللي تعجبكم؟ وياريت انه طبعا اكو ماركات ايضا غالية بالسوق العراقية بس هي ما بيها نتيجة ودا يشكون من عندها الزبائن، هذا بقت اختيارك وانت وصاحب المحل اللي راح تشتري من عنده، انه لازم ينصحك وانه ينطيش الطريقة المضبوطة ويعطيك المادة المضبوطة. بس دائما انصحكم نصيحة انه تبتعدون عن الاكسجين الاتوسة وتبتعدون عن المطفي الاتوسة، لان هذول يعني ما يعطوكم نتيجة. بس اذا انت مضطرة وما عندك غير حل، اي اوكي استخدميهم. انا افضل انه تستخدمين الماركات الايطالية. لهنا تمام، راح اختم درسنا. لا تنسون متابعتنا على الفيسبوك والانستغرام، وتحياتي لكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة. مع السلامة.